وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي موفد التلفزيون المصري مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، بعد التحية ضعنا في تفاصيل لقاءات رئيس الوزراء اليوم مع المسؤولين الإماراتيين وأبرز ما تناولته من نقاشات. بداية زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي كانت بلقاء مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، وذلك للاستماع إلى آرائهم حول ما قدمته الحكومة المصرية مؤخرا من خطوات وإجراءات، خاصة خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة المصرية كإجراءات لتسريع وتيرة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات. أيضا استمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا اللقاء إلى رأي المستثمرين الإماراتيين في الفرص الواعدة للاستثمار الإماراتي داخل مصر، خاصة وأن الجانبين المصري والإماراتي يولان اهتماما كبيرا بالاستثمار الإماراتي المصري. وحسب ما صرح الأمين العام للمجلس الإماراتي للمستثمرين في الخارج بأن الدولة الإماراتية وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أكد على ضرورة تنسيق كامل لجذب مزيد أو لزيادة الاستثمار الإماراتي داخل جمهورية مصر العربية، مع رفع قيمة الاستثمارات الإماراتية والتي تقدر حاليا بما يقرب من 20 مليار دولار إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. المستثمرون الإماراتيون أعربوا عن سعادتهم ورضاهم بما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لتسريع وتيرة الاستثمار، خاصة وأن الاستثمار يتعلق بالقرارات. إذا كانت هناك قرارات لتسهيل وتسريع وتيرة الإجراءات الاستثمارية، كانت هناك زيادة في حجم الاستثمار، وهذا ما اتخذته الحكومة المصرية وقبل من قبل المستثمرين الإماراتيين بالرضا والامتنان للدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ما بين الجانبين. بعد ذلك كان هناك لقاء لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والذي أكد عن زيادة التعاون خلال الفترة الماضية ما بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المجال الذي تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الإماراتي، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الفترة الماضية بتعزيز التعاون في هذا المجال تحديدا مع الجانب الإماراتي. لذا نستطيع أن نلخص ونجمل ما دار خلال هذين اللقاءين حتى الآن بأنه يأتي في إطار سبل دفع وتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية، خاصة وأننا قد نشهد خلال هذه الزيارة أيضا العديد من البروتوكولات والاتفاقيات ما بين الجانبين قبل عقد القمة الثلاثية ما بين الحكومات المصرية والإماراتية والأردنية لإطلاق الشراكة الصناعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة القادمة. هذه الزيارة والتي تأتي بعد شهر تقريبا من لقاء الزعماء الثلاث، الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة في الرابع والعشرين من إبريل من الشهر الماضي. هذه الزيارة تأتي أيضا بعد هذه القمة الثلاثية الرئاسية، وذلك في إطار دفع وتعزيز العلاقات والشراكات ما بين الزعماء أو ما بين الدول الثلاث. لذلك أيضا نستطيع أن نوجز هذه الزيارة بأنها ستحقق، وهذا بحسب الكثير من المسؤولين الإماراتيين، مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ما بين مصر والإمارات، وهو ما معروف عنه أيضا في العلاقات المصرية الإماراتية. الإمارات من جانبها تنوي دفع مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة إلى جمهورية مصر العربية، وهذا بكل تأكيد ما تريد وتبغيه مصر، خاصة مع التطور والانطلاقة الكبرى في الاستثمار والشراكات ما بين الجانبين. نعم. من المنتظر أن تكون القمة الثلاثية ما بين مصر والأردن والإمارات صباح الغد لإطلاق هذه الشراكة كما ذكرت، ويعقبها بعد ذلك توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات ما بين الدول الثلاث. إذن شكرا جزيلا لك موفد التلفزيون المصري مصطفى عبد الفتاح، وسوف نعاود الاتصال بك كلما كان لديك جديد.